دبلها سواء خطأ أو صح بتتدبل. دبلها يا أبو. دبلوها المسعود قاعد يشرب شاي مروق وقاعد يمشي للهاوية. قد من غشيم ملعب. يلا جاوب على السؤال. دبلها ونقف. أمجاد من مكة. حياك الله يا أمجاد. يا هلا. مسعود الآن جاوب على السؤال وانتهى وقته. سؤالنا يقول بثلاثة خيارات، ما هي السورة التي يطلق عليها عروس القرآن؟ هل سورة الفلق، سورة الرحمن، سورة العصر؟ الرحمن. الرحمن. ثبتنا، أبشري. نشوف الآن هل إجابتك صحيحة وهل مسعود اتفق بالإجابة. والواضح إنه منكم. صح خطأ. الواضح إنه منكم صح. تراك مختار دبلها. الله، إجابتها صحيحة وإجابتك خاطئة. في المسار الأصفر مرة أخرى. إن شاء الله إن الله بينصرنا. يلا نشوف الكمبيوتر وش يختار. يمديني صاعده حسب الآن وش يطلع لك. المسار الأصفر فيه هبوط درجة أو صعود درجة أو تثبيت. كنترول يا كنترول. يلا يا جبارة يا غفور، نصلي الصلوات اليوم كلها ونثبت اليوم وكاليوم. يلا يا كنترول. صعود درجة. يس. ما ودنا بس جاتك. اي والله ما ودنا، احنا ما ودنا نطيحك بالهاوية. لا، كاميرات شغالة في كل مكان، لا تنزل، ارجع مكانك الطبيعي، اطلع درجة واحدة. كم باقي لنا؟ ولا انك مدبلها، اطلع ثانية. تفضل. اسعد امك. في الدرجة الخامسة الآن مسعود هو أسرع ضيف وصل لنصف الهاوية، نصف الطريق للهاوية في هذا الوقت الوجيز. لك المثال، قدم الغشيم ملحقه. طيب نشوف الحين. أعطني خصم يا أخي فنان. نشوف. أنت لسه في الأولى، ما تحرك. باقي يا أخي، باقي. يلا يا سعد تفضل جاوب على السؤال بيطلع لك الآن. إذا تبغى وسيلة مساعدة تفضل اختر، أو تبي بدونها. أبغى دبل. دبل؟ أيوه. دبلها. دبلوها لسعد. الله يا كريم إنك. بدت. يلا كم. دبلها ونقف. الوقت اختار إجابته ونشوف الآن الاتصال مين معنا. مرحبا. ألو. شهد من نجران، حياك الله. الله يحييك. جاهزة يا شهد؟ جاهزة. سؤالك يقول كم أقل التكبيرات في الصلاة على الميت؟ 4 تكبيرات، 5، 3 تكبيرات. بدأ الوقت. كأني سمعت الاتصال راح سكرت. هل الاتصال شهد؟ أربعة. أشرب بيها بنسحب. أربعة؟ أيوة. خرجتينا، حسبك قفلتي. طيب 4. نشوف الآن هل هي صحيحة أو لا. ما نجاوب مثلها؟ ايوه كلهم خطا ان شاء الله. لا اله الا الله. سبحانه عليه توكلت. سبحانه، عسى ربي يمنك. غير طبيعي.
لو كانت العقوبة اللي أو المكافأة اللي في بالي إيه؟ تنتهي الحلقة بعد شوي. لا والله الله إن كانت اللي في بالي. خلنا نشوف الكمبيوتر إيش بيطلع لنا. كمبيوتر شكلك مشخصنها معي. لو كانت خصمك يصعد درجة بتطلع درجتين. ليه؟ لأن مدبلها ولا أسلم. مدبلها أنا تخلص. إيه خلاص حلوة حلوة حلوة. أنت جاوبت صح اثنين ما في أي عقوبة عليك. يلا يا كمبيوتر. يلا أنت علي حظي في حق هذا اليوم. أنت يوم المدرسة الظاهر طاولتك قدام. أنت آخر واحد. بتطيح خلاص. خلاص. مسعود بتطيح. يقدر ينزلني؟ يقدر ينزلني؟ لا. ترك بتطيح. أوف. وش فيه؟ أوف. عدو درجة. أبو علي. أوف. أبو علي. يا للهول. لأول مرة. والله يا مسعود إني ما أذكر أحد وصل في الدرجة كم الحين؟ الآن نطلع للسابعة. ما في احد وصل للسابعه في ذا الوقت المبكر. هو اللي مدبلها انا وش دخلنا وقت مبكر جدا. ممكن اطلع درجه وقت مساعده بدري. انت في نكبه عظيمه. ثنتين اطلع ثنتين. ثنتين يا ويلي. انها النيه الصافيه. ها النيه الصافيه ودع النيه صافيه السابعه انت الحين تدري كم باقي لك على الهاويه. تحول انت مستانس انت فايز معاه. ما لي علاقه انا ما مستانس لحد بس رجعت يصير استثناء. لا تعطيها اسئله سهله ومعطيها اسئله. الكمبيوتر مكتوبه الاسئله هذه. شف الاسئله مكتوبه قبل الكمبيوتر. قرن من الحلقه اللي على الكمبيوتر لا يكون الشهري ما له علاقه. ها